ازيكم يا شباب؟ النهاردة هناخد سيكشن رقم 7، وهو عن الدايبيتس ميليتس. اول حاجة definition of diabetes mellitus. الدايبيتس بيحصل فيه disturbance في الكربوهيدرات ميتابوليزم. هو الطبيعي اللي بيحصل انه احنا بعد ما بناكل انه يعني الجسم بيبدأ يكسر الاكل الكربوهيدرات وبروتينز اند فاتس، تمام؟ بعد كده الكربوهيدرات بتكسر الجلوكوز، وجود الانسولين في الجسم بيساعد انه السيلز ان هي تاخد الجلوكوز، يعني الانسولين بيدخل الجلوكوز جوه السيلز علشان تستخدم as source of energy. طيب ايه اللي بيحصل في الدايبيتس؟ بيحصل disturbance in this process، فاز ريزلت بيحصل هايبرجلايسيميا. ده يعني بينتج عنه بعد كده abnormalities بالكربوهيدراتس والفاتس اند بروتين ميتابوليزم. الباثوفيسيولوجي، اول حاجه نتكلم عن الـ uncommon causes of diabetes، ودي بتمثل من 1-2% of the cases. اول حاجه الـ endocrine disorders، وده زي الاكروميجالي، ودي اللي بيحصل فيها يعني بتكون في زياده في الجروث هرمون، وده بيعمل ستيميليشن للجلوكونوجينيسيس واللايبولايسيس، فده طبعا بيسبب هايبرجلايسيميا. والحاجه الثانيه اللي هي الكاشينج سيندروم. الكاشينج سيندروم بيكون في زياده في الكورتيكوستيرويد والكورتيزول، وده بيزود من البلاد جلوكوز ليفل. طيب الحاجه الثانيه اللي هو جيستيشنال دايبيتس ميليتس، وده السكر اللي بيحصل اثناء الحمل. الكوز بتاعها ممكن يكون سببها الهرمونال تشينجز اللي بتحصل اثناء الحمل، او السبب التاني انه البلاسينتا بتطلع هرمونز، والهرمونز دي بتخلي الجسم مش عارف يستخدم الانسولين فبيسبب هايبرجلايسيميا. تالت حاجه انه في بعض ديزيزز في البنكرياس زي البنكرياتايتس، وطبعا زي ما احنا عارفين انه الجلوكوز بيحصل له سوري الانسولين بيحصل له سيكريشن من البيتا سيل اوف ذا بنكرياس، فطبعا لما بيحصل اي ديزيز او انفلاميشن في البنكرياس ده بيأثر على السيكريشن اوف انسولين. اخر حاجه ممكن يعني تكون نتيجه افكتس من بعض الدراجز، وده زي الجلوكوكورتيكويد والبنتاميدين، ده اللي هو انتي مايكروبيال ميديكيشن، والنايسين ده اللي هو فور تريتمنت اوف هايبر كوليستروليميا، والالفا انترفيرون اللي هو فور تريتمنت اوف هيباتايتس. التو تايبس اوف دايبيتس المعروفين اللي هو تايب 1 وتايب 2 دايبيتس ميليتس. بالنسبه لتايب 1 ده بنقول عليه جوبينايل اونست دايبيتس ميليتس، لان ده بيحصل في السن الصغير اللي هو قبل سن 15 سنه، ودي النسبه بتاعتها بتبقى قليله اللي هي من 5-10%، ودي زي ما قلنا بتحصل during childhood او early adulthood. لكن بالنسبه لتايب 2 دي بتحصل في السن الكبير اللي هو بعد سن ال 40، فعشان كده بنقول عليها maturity onset diabetes mellitus، ودي النسبه بتاعتها بتبقى اعلى اللي هي من 90-95%. بالنسبه لتايب 1 الاعتماد بتاعها في التريتمنت بيبقى ان انا بدي انسولين للبيشنت من بره، فعشان كده بنقول عليها انسولين ديبندنت دايبيتس ميليتس، لانه الاساسي في التريتمنت ان انا لازم ادي انسولين، وده ليه؟ لانه ما بيكونش فيه انسولين خالص بيحصل له سكريشن من الجسم، وده لانه الاميون سيستم بتبدا تكسر البيتا سيل اوف ذا بنكرياس فبيحصل ابسوليوت ديفيشنسي اوف انسولين، فلازم هنا ندي الانسولين من بره. لكن في تايب 2 لا، بيبقى فيه ستيل انسولين بيحصل له سكريشن من البنكرياس، فعشان كده التريتمنت الاساسي مش ان انا بدي انسولين من بره، او بندي انسولين بس في الستيجز الاخرانيه، لكن الاساس ان احنا بندي دراجز بتزود من الانسولين سكريشن او بتزود من السنسيتيفيتي، لانه زي ما قلت انه ستيل الجسم بيطلع لي انسولين، تمام؟ فعشان كده بنقول عليها نون انسولين ديبندنت دايبيتس ميليتس. طيب هو ايه الاسباب بتاعه تايب 2؟ تايب 2 ممكن تكون اسبابها يا اما البنكرياس يعني بيعمل سكريشن لكميه قليله اصلا من الانسولين، او هو بيعمل سكريشن ل يعني الانسولين عادي لكن بيكون في ريزيستنس للانسولين ده، لانه زي ما قلنا انه الانسولين هو اللي بيدخل الجلوكوز جوه السيلز، تمام؟ ف يعني ممكن يكون السيلز اصلا مش مستجيبه للانسولين فمش قادره تاخد او تدخل الجلوكوز جوه السيلز، تمام؟ وده بتكون سببها اكتر حاجه يعني زياده في الفاتس، يعني بتكون في الاوبيس بيشنتس ده بيكون يعني زياده الفاتس دي هي اللي بتزود الريزيستنس للانسولين. الكومبليكيشنز، طبعا لو مفيش كنترول على الدايبيتس هيحصل منه كومبليكيشنز كتيره، والكومبليكيشنز دي بنقسمها المايكرو فاسكولار وماكرو فاسكولار كومبليكيشنز.
وكلها طبعا ليها علاقة بزيادة الجلوكوز في الدم. يعني اول حاجة المايكروفاسكولار كومبليكيشنز نتيجة لزيادة الجلوكوز في الدم هتبتدي تعمل ريتينوباثي ونيفروباثي ونيوروباثي. تاني حاجة الماكروفاسكولار، ودي ممكن زي الكرونري هارت ديزيز والستروك والبريفرال فاسكولار ديزيز. زي ما قلنا انه السيلز بتستخدم الجلوكوز as source of energy، واللي بيحصل في الدايبيتس انه الجلوكوز مش قادر يدخل جوه السيلز، فبالتالي السيلز مش قادرة تاخد الانرجي اللي هي محتاجاها، فتبتدي تدور على سورس تاني للانرجي. فالجسم هنا هيبدأ يكسر الاديبوس تيشوز لفاتي اسيدز، وبعد كده بتحول الفاتي اسيدز لكيتون بودز، وبعد كده الكيتون بودز ده بيدخل الدم، وده اللي هو بيستخدم as source of energy. طيب المشكله بتحصل ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ المشكله انه لما الكيتون بودز دي بتزيد عن احتياج الجسم، فبيبتدي يحصل لها اكيوميليشن في الدم، وبتحصل منها الكيتو اسيدوزس. والكيتو اسيدوزس دي بعد كده اللي ممكن تعمل ديبريشن للبرين، وممكن تؤدي الكوما. تمام. برضو في بعض او جزء من الفاتي اسيدز يحصل له ديبوزيشن في الليفر، ويكون لي حاجه اسمها الفاتي ليفر. طبعا زي ما قلنا انه نتيجة الدايبيتس انه بيحصل ميتابوليك ديستربنس، بس يعني محتاجين طبعا نعرف يعني في النورمال بيحصل ايه، يعني ايه رول في انسولين في الجسم. هو اول حاجة طبعا زي ما قلنا انه الانسولين بيساعد الجلوكوز ان هو يدخل جوه السيلز عشان يستخدم as source of energy. فاول حاجة انه الانسولين بيزود من السيل ممبرين بيرميابيلتي للجلوكوز، لكن اكسبت في البرين والليفر سيلز، ودليل لانه البرين طبعا بيبقى فيه البلود برين بارير، ودي طبعا مش بتسمح باي حاجه ان هي تعدي. وفي الليفر لان هي اصلا اللي بتطلع الجلوكوز. تاني حاجه الانسولين بيزود من البوتاسيوم ابتيك باي دي سيلز. تالت حاجه انه الانسولين بيساعد ان هو بيحول الجلوكوز للجلايكوجين والفاتي اسيدز والترايجلسرايدز اللي بنسميها اللايبوجينيسيس، يعني بيساعد ان الجلوكوز بيتخزن في صورة الجلايكوجين والفاتي اسيدز والترايجلسترايدز. رابع حاجة الانسولين بيعمل انهبيشن للجلوكونوجينيسيس، اللي هو عبارة عن سينسيس اوف الجلوكوز من النون كربوهيدرات سورس. خامس حاجة الانسولين بيساعد على البروتين سينسيس، او بيزود من البروتين سينسيس في الماسلز، فهو عن طريق ان هو بيزود من الانكوربريشن اوف امينو اسيدز في البروتين. طيب لو ما فيش انسولين، لو في ديفيشنسي في الانسولين، فده بيؤدي طبعا لهايبر جلايسيميا، لانه الجلوكوز مش قادر يدخل جوه السيلز، فيبتدي يزيد او بيحصل له اكيوميليشن في الدم، فبيحصل هايبر جلايسيميا. ولما الليفل بتاع الجلوكوز بيعدي الرينال ثريشولد ليفل، يعني بيكون اكتر من 180 مللي جرام بيرسنت، بيبتدي ينزل في اليورين وبيحصل الجلوكوز يوريا. طيب لو هنقارن في السيمتومز ما بين تايب 1 وتايب 2، هو تقريبا السيمتومز اللي بتحصل في الاثنين واحد، بس بتكون اكتر في تايب 1 عن تايب 2، وده زي ما قلنا لانه في تايب 1 بيبقى البنكرياس مش بيطلع لي انسولين اصلا، لكن في تايب 2 بيبقى في ستيل انسولين، يعني البنكرياس ستيل بيطلع لي شويه انسولين. وكمان في تايب 2 بيبقى في البدايه البيشنت بيبقى سيمتوماتيك، واصلا ممكن يكتشف الموضوع بالصدفه اثناء ما هو بيعمل تحليل معين. طيب ايه السيمتومز اللي بتحصل في الاثنين؟ وزي ما قلنا بتحصل في تايب 1 اكتر من تايب 2، انه بيحصل بوليوريا، وده نتيجه انه زياده الجلوكوز في الدم بيبدا ينزل في اليورين، فبيسحب معاها ميه، فبيحصل بوليوريا. تاني حاجه بيحصل بوليديبسيا، يعني ده برضو بيكون نتيجه لزياده الجلوكوز في الدم، فبيبتدي يسحب الفلويدز من السراوندينج تيشوز، فبيحصل دي هايدريشن، فبيدي سيجنال للبرين ان هو عايز ميه. تمام. فعشان كده دايما معروف ان مرضى السكر بيشتكوا ان هم يعني بيبقوا كتير عطشانين. بعد كده ممكن برضو بيحصل بوليفيجيا، بوليفيجيا برضو يعني معروف ان مريض السكر بيبقى جعان، وده برضو بسببه انه الجسم بيفسر انه عشان ما فيش انرجي، فبيبتدي يدي سيجنال للبرين ان هو عايز جلوكوز عشان عايز انرجي. تمام. كمان بيحصل ويت لوس، وده بيبقى اكتر طبعا بكتير في تايب 1 عن تايب 2، ودليل انه زي ما قلنا انه مفيش انسولين اصلا، فمفيش انرجي، فالجسم بيبدا يدور على سورس تاني للانرجي، وعن طريق ان هو بيبتدي يكسر الفاتي اسيدز في الجسم، فطبعا بينتج من ده ان بيحصل ويت لوس، وكل ده طبعا اكومبانيد باي هايبر جلايسيميا. طيب وزي ما قلنا انه نتيجه انه يعني بيحصل ويت لوس، فالبيشنتس بتوع تايب 1 بيبقوا مور ثين عن تايب 2،
تمام، وده بيكون يعني او الكومبليكيشن اللي هي دايابيتك كيتو اسيدوزس بتحصل اكتر في تايب 1 عن تايب 2، لان قلت ما بيبقاش فيه انسولين اصلا طالع من البنكرياس. بالنسبه لتايب 2 برضو بيحصل فيها نفس السيمتومز، بس بتبقى اقل، نسبه اقل من تايب 1، يعني برضو بيحصل بوليوريا نوكتوريا وبوليديبسيا كان بي بريزنت. لكن في تايب 2 مش بيحصل ويت لوس، يعني اصلا تايب 2 بتبقى مشكلتها اكتر ان بيبقى فيه ريزيستنس للانسولين، تمام، فدي بتبقى اكتر في الاوبيس بيشنتس، تمام، فالبيشنتس بتوع تايب 2 بيبقوا اوفر ويت واوبيس، لكن في تايب 1 بيبقوا مور ثين. بالنسبه للدياجنوزس، اول حاجه اللي هو الاتش بي اي 1 سي، وده بيحصل لانه الجلوكوز زياده في الدم بيبتدي يعمل بايندنج بالهيموجلوبين ويكون لي حاجه اسمها الجلايكوزيليتد هيموجلوبين، وده اللي هو بالعربي اسمه السكر التراكمي. ده المفروض النسبه بتاعته تبقى اقل من 6.5%، لكن لو طلعت 6.5 او اكتر من 6.5 يبقى ده معناها ان البيشنت ده دايابيتك. الجلايكوزيليتد هيموجلوبين ده مقدرش اقيسه يوميا، يعني هو يعني بقيسه كل حوالي 3 او 4 شهور، وده ليه؟ لان هو بيعتمد على اللايف سبان بتاعه الار بي سيز اللي هي بتكون من 3 تو 4 مانثس، تمام، فبالتالي لو احنا قسناه يوميا او كل اسبوع مش هيديني نتيجه مختلفه، هيديني النتيجه هي هي، تمام، فده احنا بنستخدمه على اساس ان احنا نعمل مونيتورنج او نشوف فيه كنترول على بلاد جلوكوز ليفل ولا لا اون لونج تيرم يعني. طيب الحاجه الثانيه اللي هو الفاستنج بلاد جلوكوز، ده بنخلي البيشنت صايم يعني حوالي 8 ساعات وبعد كده بنقيس البلاد جلوكوز ليفل. الليفل بتاعه لو طلع اقل من 100 مللي جرام بير ديسي لتر فكده البيشنت ده نورمال، لكن لو طلعت من 100 ل 125 فده كده بري دايابيتك، ومن 126 لاكتر يبقى ده كده البيشنت دايابيتك بيشنت، تمام. بعد كده تاني حاجه اللي هو ال 2 اور بلازما جلوكوز اللي هو بنقول عليها الاورال جلوكوز توليرانس تيست، اللي هو بنقيسه بعد الاكل بحوالي ساعتين، او نكون مدين للبيشنت شوجر وبعد كده بعديها بساعتين بنقيسه، تمام. طيب الليفل بتاعه اللي هو الاورال جلوكوز توليرانس تيست لو طلع اقل من 140 يبقى ده كده نورمال، لو طلع ما بين 140 ل 199 فده كده بري دايابيتك، طيب لو اكتر من 200 يبقى ده كده دايابيتك بيشنت، تمام. اخر حاجه اللي هو الراندوم بلازما جلوكوز كونسنتريشن، يعني احنا بنقيس البلاد جلوكوز في اي وقت في اليوم، تمام، الليفل بتاعها برضو لو طلع اكتر من 200 يبقى ده كده diabetic patient. وزي ما قلنا من شوية انه من الكومبليكيشنز اللي بتحصل during pregnancy انه بيحصل gestational diabetes mellitus، تمام، وده زي ما قلنا انه بتكون نتيجة الهرمونال changes او البلاسينتا بتطلع هرمون دي بتعمل building up of sugar in blood، تمام، وبرضو اثناء البريجنسي بيبقى في زيادة في resistance للانسولين، تمام، فطبعا during pregnancy عشان to avoid ان يحصل الكومبليكيشن ده لازم نعمل monitoring especially the high risk group patients اللي هم ال patients اللي عندهم post family history او ال personal history of gestation diabetes mellitus، يعني واحدة مثلا حصل لها بحملة قبل كده gestation diabetes فطبعا يعني at risk او متوقع ان يحصل لها في الحمل التاني، او اللي هي marked obesity. طيب هنبدأ في تريتمنت بتاع الدايابيتس، بس اول حاجة نشوف ايه هو الجولز اوف تريتمنت. اول حاجة تو اميليوريت سيمتومز، ان انا اقلل من السيمتومز عند البيشنت. تاني حاجة ان انا اقلل من الكومبليكيشنز الكتيرة اللي ممكن تحصل من الدايابيتس اللي هي زي ما قلنا المايكرو او المايكرو فاسكولار كومبليكيشنز. تالت حاجة اقلل من المورتاليتي. رابع حاجة ان انا اعمل امبروف للكواليتي اوف لايف. اول حاجة نتكلم عنها النون فارماكولوجيكال ثيرابي، وده طبعا مهم لانه في بعض البيشنتس بيعتقدوا انه خلاص طالما اخدوا ادويه فهم مش محتاجين ان هم يظبطوا الدايت بتاعهم وان هم ياكلوا عادي يعني، لا ده طبعا غلط، واصلا في تايب 2 لانه بيبقى فيه اوريدي انسولين بيحصله سيكريشن من البنكرياس فاحنا بنعتمد في البدايه في التريتمنت على الدايت في اول 3 شهور، يعني احنا مش بنبدا من البدايه ان احنا نديهم ادويه، لا بيبقى اول 3 شهور بنظبط لهم الدايت بتاعهم، لكن لو مفيش استجابه بعد 3 شهور بنبتدي نديهم ادويه مع الدايت،
لكن في تايب 1 عشان ما فيش انسولين اصلا، فطبعا لازم من البداية ان انا ادي ادوية مع تظبيط الدايت، تمام. فبنقول في تايب 1 الميل بلان should be moderate in carbohydrates and low in saturated fat. ليه؟ لانه الهاي امونت من saturated fat في الدايت ده بيزود من internal inflammation وبيؤدي الى insulin resistance. طيب بالنسبة لتايب 2، زي ما قلنا قبل كده ان البيشنتس بتاع تايب 2 بيبقوا obese patients، فطبعا برضو لازم نظبط الدايت علشان نقلل من الويت. الاكسرسايز كمان بيساعد ان هو بيزود من الانسولين سنسيتيفيتي، يعني بيحسن من الجلوكوز كنترول، وبيقلل من الكارديو فاسكولار ريسك فاكتورز، وبيحسنه او بيقل يعني بيحاول بيقلله او بيعمله ويت لوس اور مينتيننس اند امبروف ويل بينج. تاني حاجة الفارماكولوجيكال ثيرابي، واول حاجة هنتكلم عنها الانسولين. والانسولين زي ما احنا قلنا ان هو المين تريتمنت بالنسبة لتايب 1، لان مفيش انسولين بيحصله سكريشن من البنكرياس، فبالتالي لازم اديه من برا، فعشان كده قلنا عليه الانسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. لكن بالنسبة لتايب 2 احنا بنبدأ الاول بالاورال انتي دايابيتك دروكس لحد ما خلاص ما بتكونش جايبه نتيجه مع البيشنت، يعني زي ما تقول البنكرياس طلع كل الانسولين اللي عنده. ففي الحاله دي احنا لازم بقى نبتدي ندي الانسولين من بره. لكن الاعتماد الاساسي كان في البدايه مش على الانسولين، تمام. فعشان كده قلنا اللي هو نون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. طيب ايه انواع الانسولين؟ في الريجولار انسولين واللسبرو والاسبارت انسولين، النيوترال بروتامين هاجيدورن، والجلارجن والليتومر انسولين. اول نوع من الانسولين اللي هو ريجولار انسولين، وده اللي هو عباره عن ان موديفايد كريستالين انسولين، وبرده بنقول عليه اللي هو ناتشرال او هيومن انسولين. ده بيكون ليه سلو اونست اوف اكشن، يعني ده بياخد حوالي 30 مينتس عشان يديني الايفكت بتاعه. فعشان كده بنقول للبيشنتس ان هم ياخدوه بحوالي نص ساعه قبل الاكل، علشان يعني بعد الاكل يبدا يشتغل او يعمل لي كنترول على الجلوكوز. وكلمه بوست برانتر دي اللي هي بعد الوجبه، والديوريشن اوف اكشن بتاعته بيستمر بحوالي 8 ساعات. تاني نوع اللي هو الرابيد اكتنج انسولين، وده زي اللي هو الليسبرو والاسبارت والجلوليسين انسولين. ده بيختلف عن الريجولار انسولين بحوالي 1 اور 2 امينو اسيدز. من مميزاته اللي هو من اسمه ان هو بيكون ليه رابيد اونست اوف اكشن، يعني بياخد حوالي 10 دقايق عشان يديني الايفكت بتاعه. لكن الديوريشن اوف اكشن بتاعته بتكون اقل من الريجولار انسولين، يعني هنا الديوريشن بتاعته حوالي 5 ساعات. تالت نوع اللي هو النيوترال بروتامين هاجيدورن، وده بيكون دي انترميديت ديوريشن. ده بيتحضر عن طريق ان احنا بنعمل كونجوجيشن ما بين البروتامين مع الريجولار انسولين، فبيطلع لي برودكت. البرودكت ده بيكون دي بليد اونست لكن دي اكستندد ديوريشن اوف اكشن. هو الديوريشن اوف اكشن بتاعته بتكون اقل من 24 ساعة، يعني ممكن يستمر لحوالي 12 ساعة، تمام. والانسيت اوف اكشن بتاعته بياخد حوالي 90 دقيقة عشان يديني الافكت. اخر نوع اللي هو الجلارجين والديتامر، ده بيبقى ليه لونج، يعني ليه لونج ديوريشن. الديوريشن اوف اكشن بتاعته بتستمر لحد 24 ساعة، فطبعا من مميزاته ان هو ممكن يتاخد مرة واحدة بس في اليوم. والانسيت اوف اكشن بتاعته من 1.5 ل 2 اورز. بالنسبه للدوز بتاعه الانسولين، احنا بنحسبها باليونتس، وكل 100 يونت عباره عن 1 ملي. بالنسبه لتايب 1 دايابيتس الدوز بتكون من 0.5 ل 0.6 يونتس بير كي جي. لكن الدوز دي بتقل في حاله الهاني مون فيز، ودي عباره عن انه اثناء البيريود دي بيكون البنكرياس استيل بيطلع انسولين، فبالتالي انا مش محتاجه ادي دوز عاليه. فبندي اللي هي من 0.1 ل 0.4 يونتس بير كي جي. بندي دوز عاليه في حاله الاكيوت النس وفي حاله الكيتو اسيدوزس، اللي هي بتكون من 0.5 ل 1 يونتس بير كي جي. طيب بالنسبه لتايب 2 دايابيتس، احنا قلنا من اسباب تايب 2 انه بيكون في انسولين ريزيستنس، فبالتالي احنا بنكون محتاجين ندي دوز عاليه عشان خاطر نجبر السيلز ان هي تستجيب للانسولين، تمام. فبندي من 0.7 ل 2.5 يونتس بير كي جي. اه
بالنسبة للإنسولين ريجمن بيبقى فيه أكتر من ريجمن، لأنه ده بيعتمد على يعني أساس البيشنت هيستجيب لأنهي ريجمن فيهم. فأول حاجة اللي هو سنجل ديلي ريجمن، وده اللي هو بندي دوز واحدة بس من الإنسولين في اليوم. وده طبعا بيكون لتايب 2 مش تايب 1. ليه؟ لأنه تايب 1 أكيد مش هيكفيها دوز واحدة بس في اليوم، لكن تايب 2 احنا بنلجأ زي ما قلنا للانسولين لما بيكون خلاص مفيش كنترول للبلاد جلوكوز ليفل باستخدام الانتي دايبيتيك دراجز او بالدايت. طيب ده عبارة عن ايه؟ ده بندي دوز واحدة من الانسولين بيفور بريكفاست او ات بيد تايم، بيكون من الانترميديت اكتنج انسولين بلس او ماينس الشورت اكتنج انسولين. تاني ريجمن اللي هو twice daily ريجمن، وده بندي 2 doses من الانسولين، دوز بتبقى 30 minutes قبل البريكفاست، والدوز التانية بتكون قبل الايفنينج ميل. وده بيكون عبارة عن الشورت بلس اللونج اكتنج انسولين، وبندي 2/3 من الدوز دي at the morning و 1/3 at the bedtime. تالت حاجة اللي هو المالتيبل دوزنج ريجمن، وده عبارة عن more than one dose during the day. بندي سنجل دوز من الانترميديت اكتنج ات بيد تايم، والانذر دوزز بتكون شورت اكتنج بنديها 30 minutes قبل كل وجبة. الالترناتيف ريجمن ممكن يعني يكون شورت مع انترميديت اكتنج بيفور بريكفاست، او شورت اكتنج بيفور الايفنينج ميل، او الانترميديت اكتنج ات بيد تايم. وزي ما قلنا يعني الريجمنز دي احنا بنجرب نشوف البيشنت هيستجيب لانه ريجمن فيهم، مثلا استجاب للريجمن تمام بكمل عليه، ما استجابش ليه بجرب معاه ريجمن تاني. اخر حاجة ناخدها مع الانسولين اللي هو الادفيرس افكتس. من الادفيرس افكتس اللي ممكن تحصل اللي هو الهايبوغلايسيميا اند ويت جين. الهايبوغلايسيميا يعني ممكن بالذات تحصل لو كان البيشنت بياخد الدوز بتاعته عادي لكن مش بياكل كويس، لانه اصلا يعني هو بياخد الانسولين بيعتمد على الاكل عشان يشتغل على الجلوكوز اللي في الاكل. طب لو كان البيشنت اخد الدوزس لكن ما بياكلش كويس، فاكيد هيدخل في هايبوغلايسيميا. تمام. والويت جين لانه طبعا خلاص يعني في انسولين ففي سورس للانرجي، فيبتدي الجسم يعني خلاص يسيب الاديبوز تيشو او بيريح الاديبوز تيشوز ويبتدي يبني البروتينز. طيب في حاله لو البيشنت دخل في هايبوغلايسيميا ازاي الحق البيشنت؟ بندي البيشنت اي حاجه مسكره. لو كان كونشس بيشنت هنديله 10 ل 15 جرام من الجلوكوز، لكن لو كان ان كونشس بيشنت بنديله انترافينوس ديكستروز. وفي حاله لو كان برضو انكونشس لكن يعني الانترافينوس اكسس كانت بي استابليشد، فبنديله الجلوكاجون 1 جرام انتراماسكولار. تاني كومبليكي او ادفيرس افكت ممكن يحصل ان بيحصل حاجه اسمها لايبو هايبرتروفي. طبعا الموست كومن روت اوف ادمنستريشن اوف انسولين معروف اللي هو السبكوتينيوس روت، لانه ده من اسهل الروت اوف ادمنستريشن للبيشنتس، كمان اللي هم يعني اسهل حاجه للبيشنت اللي هم بيبقوا في البيت. مشكلته انه البيشنتس هنا بيبقوا مش عارفين او يعني بياخدوا الدوز كل مره او الانجكشن كل مره في نفس المكان، فنتيجه لده بيحصل زي abnormal deposition of fatty acids under the skin، فده بيقلل من الابسوربشن اوف الانسولين. تمام. ودي اللي اسمها اللايبو هايبرتروفي. تمام. فطبعا البيشنت هنا لازم يعني نقول له ان هو لازم يعمل روتيشن للسايت اوف انجكشن. بعد كده هنبدأ في الانتي دايبيتيك دراجز. وزي ما قلنا ان الدراجز دي بنديها لتايب 2 مش تايب 1. اول حاجة اللي هو الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 اجنست، وده بنديه عن طريق الانجكشن، وده كمان بنقول عليه اللي هو الانكريتين ميميتكس، لانه يعني بيزود من الانسولين سكريشن. الانكريتين ده هرمون بيزود من الانسولين سكريشن. تمام. الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 ده عبارة عن ريسبتور موجود في البيتا سيل اوف دي بنكرياس، بيعمل كنترول للبلاد شوجر عن طريق ان هو بيزود من الانسولين سكريشن. تمام. يعني هو عشان بيزود من الانسولين سكريشن عشان كده بنقول ان هو اكت از انكريتين هرمون، بلس كمان ان هو بيعمل انهبيشن للجلوكاجون سكريشن، والجلوكاجون ده بيعكس الايفكت بتاع الانسولين لانه بيزود من الجلوكاجون سكريشن. الاكزامبل عليه هو زي الاكسينوتايدز.
والميكانيزم اوف اكشن زي ما قلنا ان هو بيزود من الانسولين سكريشن وبيقلل من الهيباتيك جلوكوز برودكشن وبيزود من الساتايتي، بلس كمان هو بيعمل سلوينج للجاستريك امبيتنج ريت، فكده هو بيقلل من الابزوربشن اوف الجلوكوز من جي اي تي، وده طبعا كمان بيحسن من او بيساعد على الويت لوس. من الادفيرس افكتس بتاعته بيعمل نوزيا وفومتنج اند دايريا. تالت دراج اللي هو الاميلينو ميميتك، وده برضو بنديه عن تريل انجكشن. الاكزامبل عليه اللي هو البراملينتيد، وده عبارة عن سينسيتك انالوج للهيومن اميلين، والاميلين ده عبارة عن هرمون بيحصل له سكريشن مع الانسولين من البيتا سيل اوف دي بنكرياس، وبرده هو بيساعد ان هو يقلل من الجلوكوز ليفل. البراملينتيد ده برضو بنديه لتايب 1 مش تايب 2 بس، ودليل لانه السكريشن بتاعه اصلا بيبقى قليل او completely deficient في البيشنتس اللي هم عندهم تايب 1 دايبيتس. وبالنسبه لتايب 2 السكريشن بتاعه بيبقى اقل من النورمال، يعني هو زي الانسولين في السكريشن بتاعه، فعشان كده ده ممكن اديه لتايب 1 وتايب 2. طيب بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن، بتعمل سبريشن للجلوكاجون سكريشن وبيقلل من البرانديال جلوكوز وبتزود من الساتايتي وبتعمل سلوينج داون للجاستريك امبتنج ريت. بالنسبه للادفيرس افكتس ممكن يعمل نوزيا وفومتنج وانوركسيا، ولو اتاخد لوحده، يعني هو عامه لوحده مش بيعمل هايبوكلايسيميا، لكن هو دايما بيتاخد مع الانسولين فعشان كده ممكن يسبب هايبوكلايسيميا. بعد كده هنبدأ في الدراجز اللي هي بتتاخد عن طريق الاورا روت، يعني اول ثلاثة دراجز اتكلمنا عنهم دول بيتاخدوا عن طريق الانجكشن، لكن من اول السلفونايليوريا دول بيتاخدوا عن طريق الاورا روت. طيب اول حاجة اللي هو السلفونايليوريا، السلفونايليوريا بنقول عليها اللي هو الانسولين سيكريتاجوج، ودليل ان هي بتعمل ستيميليت البنكرياس ان هي تزود من الانسولين سيكريشن، وده عن طريق ان هي بتعمل بلوكينج للاي تي بي سنسيف بوتاسيوم تشانل. من الادفيرس افكتس بتاعتها ان هي بتعمل هايبوجلايسيميا، وده طبعا بيبقى اكتر مع اللونج اكتنج او سوري الدراجز اللي هي ليها لونج هاف لايف، وبرده ده بيزيد اكتر في الريسك جروب بيشنتس اللي هم زي الالدرلي بيشنتس والبيشنتس اللي بيبقى عندهم رينال انسفيشنسي او ليفر ديزيز، او لو كان البيشنت يعني عمل سكيب لميل او يعني بيعمل سيفير اكسرسايز، فده بيزيد معاهم طبعا الهايبوجلايسيميا as a side effect. الحاجة التانية برضو ان هو بيعمل weight gain لان هو بيعمل store للفاتس. السلفونايليوريا في منها 2 generations اللي هو الفيرست والسكند، والسكند ده more potent than الفيرست generation. الفيرست بتنقسم لشورت وانترميديت ولونج اكتنج، الشورت ده زي التولبيتاميد واللونج اكتنج زي الكلوروبروباميد، وسكند جنريشن الشورت اكتنج زي الجليبيزايد واللونج اكتنج زي الجلايبيرايد. خامس دراج اللي هو الميجليتونايد، وده برضه عباره عن انسولين سكريتاجوج. الميكانيزم اوف اكشن بتاعته زي السلفونايليوريا، يعني هو بيزود من الانسولين سكريشن عن طريق ان هو بيعمل انهبيشن للبوتاسيوم اي تي بيز شانل، بس بيشتغل على ريسبتور مختلفه من السلفونايليوريا، فكده هو بيقلل من الجلوكوز ليفل. الحاجه الثانيه ان هو يعني بيعمل انسولين ريليز ديبندنت اون جلوكوز ليفل، يعني لو الجلوكوز ليفل عالي بيزود من الانسولين ريليز، لكن لو الجلوكوز ليفل قليل كده هو مش بيزود من الانسولين ريليز. الاكزامبلز على الميجليتونايت زي الريباجلانايت والناتيجلانايت، يعني كفايه بس نعرف الاسامي والدوزز بس ممكن يعني تاخدوا عنها فكره. بعد كده البيجوانايت، وده زي الميتفورمين. الميتفورمين بيقلل من البلاد جلوكوز ليفل عن طريق ان هو بيقلل من الهيباتيك جلوكوز برودكشن وبيزود من الانسولين سنسيتيفيتي في الليفر والبريفرال تيشوز، فكده هو بيزود من الجلوكوز ابتيك. الميتفورمين كمان بيقلل من الترايجليسرايد وبيقلل من اللودنسي لايبوبروتين بحوالي من 8 ل 15%، وبيزود من ال HDL. من مميزات الميتفورمين ان هو مش بيعمل هايبوكلايسيميا، ودليل لانه الميتفورمين ملهاش افكت على الانسولين ريليز، يعني هو بس بيزود من الانسولين سنسيتيفيتي لكن مش بيزود من الانسولين ريليز، تمام؟ فعشان كده مش بيدخل البيشنت في هايبوكلايسيميا.
الحاجة التانية ان الميتفورمين مش بيعمل ستورينج للفات، عشان كده هو مش بيعمل اوفر ويت، سوري مش بيعمل ويت جين، فعشان كده هو اوبشن كويس بالنسبة للاوفر ويت والاوبيس بيشنتس. وفي اصلا بعض البيشنتس معروف ان هو ان هم بيستخدموا الميتفورمين عشان يقللوا الويت بتاعهم، يعني الجلوكوفاج مشهور انه ممكن يستخدم علشان يعني للتخسيس. الحاجة التانية برضو ان الميتفورمين يعني من مميزاته ان هو بيقلل من ريسك اوف توتال مورتاليتي. من الادفيرس افكت اوف بيجوانايت ان هو بيعمل جي اي تي سايد افكتس، فبيعمل ابدومينال ديسكمفورت، استومك ابسيت، ودايريا اند انوركسيا. الحاجة التانية ان هو ممكن يعمل لاكتيك اسيدوزس، وده لانه بيعمل انهبيشن للميتوكوندريال اوكسيديشن اوف لاكتيك اسيد، وده يعني عن طريق ان هو بيعمل انهبيشن للبايروفيت دي هيدروجينيز انزيم، تمام، فبيزود من اللاكتيك اسيدوزس، بس يعني ده يعني مش كتير بيحصل، ده رير. سابع دراج اللي هو ستايزولدين دايون، والاكزامبل عليه اللي هو جليتازون. ده من الانسولين سنسايزرز دراج، ده بيزود من الانسولين سنسيفيتي عن طريق ان هو بيعمل استيميليشن للبابار جاما ريسبتور، اللي هي اختصار بروكسيسم بروليفريتور اكتيفيتد ريسبتور جاما. فلما بيحصل استيميليشن للريسبتور ده فكده بيزود من الانسولين سنسيتيفيتي وبيقلل من البلازما فاتي اسيد، تمام، فهو بيزود من الانسولين سنسيتيفيتي في الماسل والليفر والفات تيشوز اندايركتلي. بالنسبه للادفيرس افكتس اللي ممكن تحصل معاها، ان ممكن يحصل فلويد ريتينشن واديما، فكده الكلاس ده بيبقى كونترا انديكيتد في الحالات اللي بيبقى فيها زياده في الفلويد فوليوم، وده زي اللي هو ستيج 3 و4 من الهارت فيلير. الحاجه الثانيه انه برضو بيحصل معاها ويت جين، وده بيكون نتيجه الفلويد ريتينشن والفات اكيوميليشن. الاكزامبلز عليها اللي هو زي البايو جليتازون والروزي جليتازون. تاسع كلاس اللي هو الالفا جلوكوسايديز انهبيتورز. زي ما احنا عارفين انه الكربوهيدرات لما بيحصل لها ابزوربشن من السمول انتستين بيحصل لها ابزوربشن في يعني في السمبلست فورم بتاعها اللي هو المونوساكرايد، يعني الاوليجوساكرايد بيتكسر عن طريق الالفا جلوكوسايديز انزيم للمونوساكرايد، تمام، فكده لما نستخدم الالفا جلوكوسايديز انهبيتورز فكده بنمنع الانزيم اللي هو بيكسر الكربوهيدرات، تمام، فكده بيقلل من الميتابوليزم اوف كربوهيدرات، فكده بيقلل من الابسوربشن بتاعها في الجي اي تي، تمام، فبيقلل من البرودكشن اوف الجلوكوز ان جي اي تي. طيب ايه السايد افكتس اللي بتحصل منها؟ بتبقى في جي اي تي سايد افكتس زي الفلاتولنس، البلوتينج، الابدومينال ديسكمفورت اند دايريا، والاكزامبلز عليها اللي هو زي الاكربوز والميجليتول. اخر كلاس اللي هو الداي بيبتايدايل بيبتايديز فور انهبيتورز. الدراجز دي بتعمل انهبيشن للداي بيبتايدايل بيبتايديز انزيم، اللي هو مسؤول ان هو بيكسر الاندوجينس جلوكاجون لايك بيبتايد 1، تمام. طب ايه هو الجلوكاجون لايك بيبتايد 1؟ ده عباره عن هرمون ليه جلوكوز لورينج افكتس، عن طريق ان هو بيعمل سبريشن للجلوكاجون وبيقلل من الجاستريك امبتينج ريت وبيزود من الساتايتي، تمام. وكمان يعني الدراجز دي بتزود من الانسولين سكريشن. طيب ايه كمان يعني ايه مميزات الكلاس دي؟ مميزاتها ان هي ويل توليريتد ومش بتزود من الويت، بلس كمان ان هي مش بتعمل جي اي تي سايد افكتس، والحاجه الثانيه كمان ان هي بتعمل مايلد هايبوجلايسيميا، تمام، واصلا لو اتاخد لوحدها يعني اتاخدت از مونوثيرابي مش هتزود من الريسك اوف هايبوجلايسيميا، لكن ده ممكن شويه يزيد لو اتاخد ان كومباينيشن وذ انذر دراجز. الاكزامبلز على الكلاس دي اللي هو زي سيتاجليبتين والساكسجليبتين. بعد كده هنتكلم عن التريتمنت اوف كومبليكيشنز، لانه زي ما قلنا انه في الدايبيتس لو مفيش كنترول على البلاد جلوكوز ليفل هيبتدي يحصل المايكرو والماكرو فاسكولار كومبليكيشنز. طيب اول حاجه هنتكلم عنها اللي هو الريتينوباتي، وهو اصلا اي حاجه بتحصل بتكون نتيجه لزياده الجلوكوز في الدم، تمام. طيب ازاي اعمل كنترول او تو افويد يعني الريتينوباثي؟ ان احنا نحسن من الكنترول على البلاد جلوكوز ليفل والبلاد بريشر كنترول. طيب في من العمليات اللي ممكن تتعمل اللي هو الليزر فوتو كواجوليشن،
ودي عبارة عن اي سيرجري بنعمل بيها ديستراكشن للابنورمال استراكشر اللي في الريتنا. فدي يعني بتساعد ان هي تحسن من الفيجن في حالة لو هو اتأثر بزيادة الجلوكوز في الدم. طيب الحاجة التانية اللي هو النيوروباثي. لو النيوروباثي لما بتحصل يعني بيكون يعني او البيشنت بيحس بفيري سيفير بين، تمام، فبنعالج ده ان احنا بندي اما لو دوز من تراي سايكليك انتي ديبريسنت، ودي بتشتغل سنترالي يعني بتقلل من الاكزايتيشن اوف النيرفز. تاني حاجه ممكن نستخدم الانتي كونفالسنت او التوبيكال كابسيسين، وده ان هو بيقلل من السبستانس بي اللي هو مسؤول عن البين ترانسميشن. في برضو من الحاجات اللي ممكن تستخدم زي ترامادول او اللي هو النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. تالت حاجه النيفروباثي، وبرضو عشان اعمل بريفنشن للنيفروباثي لازم نعمل كنترول على البلاد جلوكوز والبلاد بريشر. وزي ما اخدنا في درس الهايبرتنشن انه من الادويه المهمه ان هي بتمنع او يعني بتعمل بروتكشن للكيدني فانكشن اللي هو الايس انهبيتورز والانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز، تمام. يعني هي بتبقى رقم واحد بالنسبه لي هالك لو البيشنت عنده دايابيتس وهايبرتنشن، تمام. ليه؟ لان هي بتقلل من البروجريشن اوف النيفروباثي او بتقلل من سوري من البروجريشن اوف الكيدني فانكشن في البيشنتس اللي هم عندهم دايابيتس. من الكومبليكيشنز المعروفه ان هي ممكن تحصل مع الدايابيتس لو مفيش كنترول اللي هو دايابيتك فوت، ودي اللي هي البريفرال فاسكولار ديزيز اند فوت ألسر، تمام. ودي بتكون نتيجه طبعا لزياده الجلوكوز في الدم فبتزود من الفيسكوستي فبتعمل دامجنج للبلاد فيسل، فكده بتقلل من البلاد سبلاي اللي هو واصل للليجز، وبعد كده دي بتؤدي لاسكيميا اند جانجرين، تمام. طيب من يعني او ازاي اعمل بريفنشن للدايبيتك فوت، ان احنا طبعا لازم نقول البيشنت ان هو يعمل ستوب للسموكينج. ليه؟ لانه طبعا السموكينج بتزود من برضو الدامج اوف البلاد فيسل. تاني حاجه نعمل كوركشن للديسلبيديميا، وتالت حاجه نستخدم الانتي بليتليت دراج. والانتي بليتليت اللي هو زي الكليستازول ده اللي هو عباره عن انتي بليتليت وفازو دايليتور، بيعمل دايليشن في الارتريز وبيعمل سبلاينج للبلاد يعني بيزود من البلاد سبلاي للليكس وبتقلل من البليتليتس اجريجيشن. اخر حاجه هناخدها اللي هو الاكزامبلز اوف ذا افكت اوف سام امبورتنت دراجز اون جلوكوز كنترول اند انسولين اكتيفيتي. اول حاجه اللي هو الكحول. مشكله الكحول ان هو ممكن يعمل ماسك للهايبوجلايسيميك ساينز، وده لانه بيعمل سي ان اس ديبريسنت. وفي كمان الاكسس اوف الكحول انتيك بيعمل انهبيشن للجلوكونوجينيسيس، فهو ممكن نفسه يدخل في هايبوجلايسيميا، تمام. فكده الكومنت عليها ان الكحول shouldn't be consumed in excess and should be taken with food، لانه طبعا ده يعني مشكلته او هيحصل اكتر لو كان البيشنت يعني مش واكل كويس، بلس ان هو بياخد الدوزز بتاعته سواء من الانسولين او من الاورال انتي دايابيتيك دراجز. الحاجه الثانيه اللي هو الايس انهبيتورز. الايس انهبيتورز من السايد افكتس ان هي بتعمل هايبوجلايسيميا، وده ليه؟ لان احنا زي ما عارفين انه الايس انهبيتورز بتعمل هايبركاليميا، والبوتاسيوم بيزود من الانسولين سينسيس، تمام، فده بيسبب هايبوجلايسيميا. طيب فبالتالي لو دايابيتك بيشنت بياخد ايس انهبيتورز كده لازم يظبط الدوز او يقلل من الدوز بتاعه الانسولين او الانتي دايابيتك دراجز. تالت حاجه اللي هو البيتا بلوكرز. زي ما احنا كلنا طبعا حافظين انه البيتا بلوكرز بتعمل ماسك للهايبوجلايسيميك ساينز، ودليل انها بتعمل سيمتومز عكس السيمتومز اللي بتحصل مع الهايبوجلايسيميا، فكده البيشنت ممكن يدخل في هايبوجلايسيميا وهو مش حاسس. والسيمتومز دي يعني اللي بتحصل مع الهايبوجلايسيميا اللي زي تريمورز والتاكي كارديا، تمام. ده بيقول ان هو بيحصل اكتر مع البروبرانولول، تمام. ويعني يعني بننصح البيشنت ان هو اللي عنده دايابيتس انه لو في امكانيه ان هو ياخد دواء تاني غير البيتا بلوكر يبقى احسن، لكن لو خلاص يعني البينفيت عندي اوت واي الريسك خلاص ياخده، بس يعمل مونيتورنج للبلاد جلوكوز باستمرار. بعد كده اللي هو الاورال كونتراسيبتيف. الاستروجين اللي هو في الاورال كونتراسيبتيف ده بيزود من البلاد جلوكوز ليفل، فده بعد كده بيؤدي لزياده الريزيستنس للانسولين، تمام. فعشان كده الدايبيتك بيشنت اللي هي بتاخد الكومبايند اورال كونتراسيبتيف بننصحها ان هي لازم تظبط الانسولين اللي هي بتاخده. طيب تاني حاجه اللي هو الثايزايد ديوريتكس. طبعا يعني من السايد افكتس اللي بتعملها ان هي بتعمل هايبر جلايسيميا، تمام، وده لانها بتعمل هايبوكاليميا،
وزي ما احنا قلنا انه البوتاسيوم ده important في السنسز اوف الانسولين، تمام، فعشان هي بتعمل هايبوكاليميا فده بيؤدي الهايبر جلايسيميا، تمام. فعشان كده يستحسن ان دايابيتيك بيشنت ان هو ما ياخدش الثايزايد، يعني لو في بديل تاني يستحسن ان هو ياخده. طيب بعد كده اللي هو التوباكو سموكينج. التوباكو معروف ان هو بيزود من البلاد جلوكوز ليفل، وده برضو بيزود من الريسيستنس للانسولين، تمام. فطبعا ده بيؤدي بعد كده لزياده الكارديو فاسكولار كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل مع الدايابيتس. بعد كده الكورتيكوستيرويدز. طبعا من السايد افكتس المعروفه مع الكورتيكوستيرويدز ان هي بتعمل هايبر جلايسيميا، تمام، فده طبعا بيعكس الافكت بتاع الانسولين. فعشان كده الدايابيتيك بيشنتس اللي هم بياخدوا الكورتيكوستيرويدز بيكونوا محتاجين ان هم يزودوا من الدوز بتاعه الانسولين. طيب بعد كده الايزونازايد، وده اللي هو الانتي تي بي دراج، ده بيقلل من الانسولين سيكريشن او بيقلل من الانسولين سنسيتيفيتي، بلس كمان هو ممكن يعمل امبيرمنت في الجلوكوز توليرانس اللي هو يعني بيأثر على الابيليتي بتاعه الجسم ان هو يعمل ابزورب ويوز اوف الجلوكوز، تمام. فطبعا يعني مع الايزونازايد لازم نعمل مونترنج للبلاد جلوكوز ليفل. اخر حاجه الليثيوم اللي هو المود ستابلايزر، ده برضو بيقلل من الجلوكوز توليرانس، فطبعا برضو لازم اعمل معاه مونترنج. طيب هنبدأ في الكيسز. أول كيس، a 65 years old woman visits her pharmacist for her third tube of clotrimazole. ده اللي هو عبارة عن anti fungal medication for vaginal thrush. الفاجينال thrush ده اللي هو عبارة عن infection بيكون نتيجة ال overgrowth of the candida، تمام. بعد كده بيقولي in as many weeks، يعني ليها كذا اسبوع الموضوع ده. And also complains that she is always thirst. بعد كده بيقولي this time her pharmacist refers her to her GP. تمام، في اول سؤال هنا بيقولي why was a referral made، يعني ليه هنا الفارماسيست عمل لها ريفير للجي بي؟ ليه؟ لان اول حاجه البيشنت دي زي ما قلنا انه هي على طول عندها ثيرست، تمام، بلس ان في فاجينال ثرش، فكل ده انديكيت انه في دايابيتس ميليتس، يعني البيشنت دي عندها السكر، تمام. ليه؟ لانه زي ما قلنا انه من اعراض الدايابيتس ان بيبقى فيه ثيرست، وده بيكون نتيجه لزياده الجلوكوز الموجوده في الدم، فبيزود من البلازما اوزموناليتي، فده طبعا بيدي سيجنال البرين ان هو عايز ميه، تمام، بلس انه بيبقى يعني از ريزلت برضو انه بيبقى فيه فريكوينت يورينيشن، تمام. الفاجينال ثراش برضو لانه الجلوكوز الموجود في اليورين ده بيبقى جود ميديا للبكتيريا الجروس، تمام، او يعني ككانديدا، يعني او يعني جود ميديا للجروث اوف مايكرو اورجانيزم، تمام. بلس كمان انه معروف انه دايابيتيك بيشنتس بيبقوا اميونو كومبرومايزد، بيبقى عندهم لو اميونيتي، فطبعا ات ريسك ان هو ياخد الانفكشن. خلاص، فكده هقرا لكم اول اجابه، اول يعني اجابه اول سؤال. A referral was made because she is always thirst and has vaginal thrush which may indicate diabetes mellitus. بعد كده thirst may indicate diabetes as glucose increases plasma osmolality and also may occur from frequent urination. بعد كده سؤال سوري آخر حاجة، vaginal thrush indicates infection due to high glucose in urine and low immunity in patients with diabetes mellitus. نكمل الكيس. On visiting her GP, an examination reveals a blood pressure of 160 over 100 millimeter mercury. فكده يعني عندها برضو hypertension. تمام. And biochemistry reveals أول حاجة random glucose 14 millimol per liter. فكده عالي. يعني إحنا شكينا من symptoms اللي عندها إن هي عندها diabetes. تمام. متأكد طبعا لما اتقاس random glucose والإيو عالي. بعد كده كرياتينين 100 micromol per liter. ده normal. هو نورمال من 60 ل 120. الكوليسترول 6 ملي مول بير لتر، المفروض يبقى اقل من 5.2، فكده الكوليسترول عالي. اخر حاجه الهيماتولوجي عندها نورمال، تمام. بعد كده شي واز ريفيرد فور فيردر جلوكوز تيست اند ذن تو دايتيشن، يعني هنا اتعمل لها ريفير ل
دكتور التغذية، الدكتور اللي هو يظبط لها الأكل بتاعها، تمام. فتاني سؤال هنا بيقول why was she referred for dietary advice، هي ليه اتعمل لها refer للدايتيشن؟ ليه؟ لأنه احنا زي ما قلنا انه مريض السكر بيبدأ يظبط السكر بتاعه في الأول عن طريق الدايت لمدة 3 شهور، خصوصا طبعا تايب 2، وهنا طبعا من سن البيشنت ان هو ده طبعا تايب 2 مش تايب 1، تمام. فاحنا بنبدأ الأول نظبط الدايبيتس عن طريق الدايت لمدة 3 شهور، ولو ما فيش كنترول بيها بنبدا ندخل بعد كده الدروكس، تمام. فكده هي معمول لها ريفير للدايتري ادفايس. ليه؟ لان الجلوكوز عندها عالي، كمان الكوليسترول عندها عالي، فمحتاجه برضو تظبط الكوليسترول في الاكل، بلس كمان ان هي عندها بلاد بريشر، فمحتاجه برضو تظبط الصوت، تمام. وزي ما قلت انه في تايب 2 محتاجه ان هي تظبط الدايت بتاعها في اول 3 شهور، تمام. فكده الدايتري ادفايس بتاعها او الدايتيشن يعني هينصحها بايه؟ ان هي تعمل كنترول للشوجر والكوليسترول، ان يتقلل من الكالوريز انتيك، بلس ان يتقلل من السولت انتيك علشان هي عندها هايبرتنشن، تمام. وعشان عندها زياده في الكوليسترول فهنا لازم يضاف لها الاستاتين، تمام، يعني حاجه زي مثلا السيمفاستاتين عشان يقلل من الكوليسترول ليفل، تمام. ومعروف ان الاستاتين بيتاخد ات نايت، ودليل انه سنسس بتاع الكوليسترول بيبقى اكتر ات نايت، تمام. فكده اقرا لكم الاجابه، هنقول she was referred for dietary advice because glucose level is high, cholesterol level is high and her blood pressure is high and in type 2 diabetes dietary control should be tried for 3 months to determine whether this alone controls the condition. تمام. بعد كده she needs dietary control for sugar and cholesterol, low calorie intake, low salt intake. بعد كده she may need a drug example اللي هو الستاتين، الاكزامبل عليه زي السيمفاستاتين to decrease cholesterol level. بعد كده note كده ان الستاتين should be taken at night as cholesterol senses increase at night. نكمل اخر جزء في الكيس. 3 months later she presents you with a prescription، يعني البريسكريبشن اللي جايه بيها فيها الاتينولول 50 ملي جرام وانس ديلي، وده اللي هو البيتا بلوكر، وجلوبينكلامايت 5 ملي جرام ديلي، وده اللي هو لونج اكتنج سلفونيليوريا، تمام. اخر سؤال هنا بيقول لي كومنت اون ذس بريسكريبشن، تمام. هنا طبعا واضح انه يعني ما حصلش كنترول بالدايت بس، تمام. فبدا يعني او بدات تاخد في دواء اللي هو اللونج اكتنج سلفونيليوريا، بلس طبعا هي عشان عندها هايبرتنشن فاخدت الاتينولول، تمام. فايه بقى الكومنت بتاعنا على الادويه دي؟ اول حاجه زي ما احنا عارفين انه الاتينولول ده بيتا بلوكر، بيعمل ماسك للهايبوغلايسيميك ساينز، تمام. يعني زي ما احنا عارفين انه لو البيشنت دخل في هايبوغلايسيميا بيحصل السيمتومز، السيمتومز دي بيعكسها البيتا بلوكر، تمام، لان هو بيعمل برادي ومع الهايبوغلايسيميا ممكن يحصل تريمورز، يحصل بالبيتيشنز، يحصل تاكي كارديا. فلو البيشنت بياخد في نفس الوقت بيتا بلوكر ودخل في هايبوغلايسيميا مش هيحس بيها، تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه الجلوبينكلامايد ده لونج اكتنج سلفونيليوريا، تمام، فده طبعا اتريسك ان دخل في هايبوغلايسيميا، يعني خصوصا اللونج اكتنج، يعني لونج اكتنج ده اتريسك ان يعني كسايد افكت يحصل منه هايبوغلايسيميا، تمام. فالمفروض هنا نعمل ايه؟ اول حاجه ان احنا نغير الاتينولول بايس انهيبيتور، لانه زي ما احنا فاكرين انه قلنا رقم واحد لو البيشنت عنده دايبيتس مع هايبرتنشن ان هو ياخد الايس انهيبيتور، ودليل انه الايس انهيبيتور بتعمل بروتكشن من الكومبليكيشنز بتاعت الدايبيتس اللي هي دايبيتك نيفروباثي، تمام. فاول حاجه المفروض نبدل الاتينولول اللي هو البيتا بلوكر بالايس انهيبيتور زي الرامبريل، تمام. تاني حاجه ان احنا برضو نغير الجلوبينكلامايد بحاجه شورت اكتنج. ليه؟ لانه قلنا ده بيزود الريسك اوف الهايبوغلايسيميا خصوصا في حالات الالدرلي بيشنتس، بيبقوا اكتر معرضين للريسك ده، تمام. فاحسن ان احنا ندي الالدرلي بيشنتس حاجه شورت اكتنج مش لونج اكتنج، تمام، حاجه زي مثلا الجلايكلازايد او التولبيوتامايد، تمام. لو كانت البيشنت دي اوبيس فاحسن للاوبيس بيشنتس ان احنا بندي الميتفورمين، ده في حاله لو هي قال لي في كيس ان هو اوبيس، تمام. بلس كمان ان زي ما احنا قلنا في السؤال اللي قبله ان المفروض نضيف للبيشنت ده يعني حاجه للكوليسترول اللي هو الاستاتين، فالمفروض ان احنا نضيفه لان هي جايه بروشيتا ما فيهاش استاتين، فالمفروض ان احنا نرجع للدكتور ونقول له المفروض نضيف هنا السيمفاستاتين عشان تعمل كنترول للكوليسترول ليفل، تمام. فاقرا لكم كده الاجابه، اتينولول is a beta blocker that can mask hypoglycemic signs and symptoms.
تاني حاجة الجلوبين كلامايت is long acting sulfonylurea and may cause hypoglycemia as a side effect. So this patient should change atenolol with ACE inhibitor, example ramipril, as ACE inhibitors are protective against diabetic nephropathy and reduces complications of diabetes. تاني حاجة changing glibenclamide with a short acting agent such as glycyrrhizide or tolbutamide may have been more appropriate especially in elderly patients. If the woman were obese then metformin would be more appropriate. بعد كده اخر حاجة simvastatin should be added to control her cholesterol level. كيس التانية WE is a 61 years old gentleman who has had non-insulin dependent diabetes mellitus for 13 years. He has been treated with oral hypoglycemic agents and diet. كيس التانية WE is a 61 years old gentleman who has had non-insulin dependent diabetes mellitus for 13 years. He has been treated with oral hypoglycemic agents and diet. He carries out home urine glucose monitoring but not on a regular basis. يعني هو المفروض بيعمل مونترينج للجلوكوز في اليورين بس بيقول ان هو مش بيعمله باستمرار. بعد كده over the past 3 months he has developed a severe burning pain in both feet. It is now progressing and is particularly intense at night. بعد كده sometimes this can be so severe that he is unable to tolerate the bed clothes touching his feet. طبعا يعني الكومبليكيشن اللي هو بيشتكي منه هنا اللي هو النيوروباثي. بعد كده his GP has prescribed several different analgesic but none have been very effective. He has now been referred to the diabetic clinic for assessment. In the clinic he is found to have glycosylated hemoglobin اللي هو ال HbA1c of 11.5%. طبعا احنا قلنا النورمال بتاعها مفروض اقل من 7 فده كده معناها ان مفيش كنترول على البلاد جلوكوز ليفل بتاعه. بعد كده his current drug treatment is glibizide. Glibizide ده short acting sulfonylurea. Dydramol ده اللي هو الكودايين مع الباراسيتامول بيقول بياخد 1 or 2 when required والايبوبروفين 400 ملغ 3 times daily. أول سؤال what may be the cause of Mr. WE to pain. هي المشكلة اللي عند البيشنت هنا ان هو عنده peripheral neuropathy اللي هو الكومبليكيشن اللي بيحصل مع الدايابيتس تمام اللي هي بنقول عليها الدايابيتك فوت تمام. هو اللي بيحصل انه نتيجة لزيادة الجلوكوز في الدم فبيعمل poor peripheral circulation لانه الاكيوميليشن بتاع الجلوكوز في الارتريولز في البريفرال ده بيعمل بلوكينج للبلاد سبلاي فبيعمل اسكيميا تمام. يعني زيادة الجلوكوز دي بتعمل بلوك للسمول بلاد فيسل فاز الريزلت بتؤدي لاسكيميا تمام. الحاجة التانية انه زيادة الجلوكوز الموجود في الدم بيوس يعني بيبقى الجسم عايز يتصرف فيها فبيبتدي يعمل ايه بيبتدي يحول الجلوكوز لسوربتول يعني بيبتدي يدي سيجنال للبرين ان هو عايز يتخلص من كمية الجلوكوز الزيادة تمام. فيروح مطلع الجسم يروح مطلع انزيم اللي هو اسمه الالدوز ريدوكتيز انزيم. الانزيم ده بيحول الجلوكوز الزيادة لسوربيتول تمام. السوربيتول ده يعني هو كده احنا نفتكر ان احنا خلاص خلصنا من الجلوكوز بس المشكلة ان السوربيتول ده اوحش من الجلوكوز. السوربيتول ده عبارة عن نيد لايك كريستلز بتبتدي تترسب على المايلين شيث تمام وبعد كده تبتدي تكسر في المايلين شيث. اثناء ما هي بتكسر في المايلين شيث البيشنت بيحس بفيري سيفير بين تمام. لكن لما بيحصل بقى كومبليت ديبليشن المايلين شيث ده بيدخل بقى في مرحلة البينلس لانه خلاص يعني المايلين شيث ده اللي هو مسؤول عن النيرف كوندكشن فلما بيحصل له ديبليشن فالبيشنت بيدخل في مرحلة البينلس تمام. فكده اقرا لكم الاجابه. هنقول the cause of this patient to pain is peripheral neuropathy which is caused by اول حاجه accumulation of glucose in arterioles of periphery which lead to blockage of blood supply and lead to ischemia. تاني حاجه glucose is reduced to sorbitol by aldose reductase enzyme بين قوسين كده اللي هو direct toxic effect to nerves يعني السوربيتول ده اوحش اصلا من الجلوكوز تمام. ليه؟ لانه accumulation of sorbitol which has toxic effect on nerves. بعد كده السوربيتول ده قلنا بيعمل يعني او بيشيل المايلين شيث فهنقول كده depletion of myelin sheath which is responsible for nerve conduction. تاني سؤال what action should be taken.
طيب هنا البيشنت طبعا واضح انه ما عندوش كنترول على البلاد جلوكوز ليفل، تمام، وده واضح طبعا لانه عنده زياده في الجلايكوزيليتد هيموجلوبين بلس ان هو عنده او حصل عنده كومبليكيشن اللي هو التوبين، تمام. فاحنا طبعا هنا محتاجين نعمل كنترول على البلاد جلوكوز بلس ان احنا نديله دراج فور تريتمنت اوف التوبين. طيب ازاي اعمل كنترول على البلاد جلوكوز ليفل؟ اول حاجه اشوف الدايت بتاعه متظبط ولا لا، بلس اشوف في دراج كومبلاينس ولا لا، يعني هل هو فعلا بياخد الدواء بتاعه في ميعاده ولا ما بياخدهوش او ما فيش كومبلاينس عليه، فبالتالي اكيد ما فيش كنترول، تمام. فاول حاجه بص على الاثنين دول. طيب لو الاثنين دول مظبوطين، يعني عامل كنترول على الدايت وفي كومبلاينس على الدراج، فكده معناها ان الدايت وال10 ملي جرام من الجليبيسايد مش سفيشنت، يعني هنا طبعا محتاجين ان احنا نزود الدوز بتاع الدراج. احنا لما بيكونش في كنترول من الدواء اللي هو بياخده، ايه اللي بنعمله؟ اول حاجه بنعملها ان احنا بنبدا نزود من الدوز من نفس الدراج اللي هو بياخده. بعد كده لو ستيل ما فيش كنترول بنبتدي نضيف دراج تاني من بره، تمام. فاول حاجه هنا هعملها ان ازود الدوز بتاعه الجليبيزايد، لو استيل ما فيش كنترول يبقى كده هنضيف دراج تاني من بره، يعني هندي البيشنت تو دراجز من الاورال هايبوجلايسيميك ايجنتس، تمام. وطبعا لازم ادي اتنين يكونوا بيشتغلوا بديفرنت ميكانيزم، ما ينفعش ادي اتنين بنفس الميكانيزم، تمام. طيب ده بالنسبه للكنترول على البلاد جلوكوز ليفل. بالنسبه للتوبين اكيد لازم هنا نديله يعني دراجز ليها، تمام. فمن الادويه اللي احنا بنديها في الحالات دي في اللي هو الفيتامين بي 6، ده اللي هو بيعمل او بيساعد بيعمل ريسنسز للمايلين شيس، بنقول عليها فور هيلينج اوف النيرفز. من الادويه الثانيه برضو ان هو ممكن ندي تراي سايكليك انتي ديبريسنت او بندي اللوكال اناستيك زي اللجنوكين، تمام. فكده هقرا لكم الاجابه. اول حاجه هي هاز تو بروبلمز اللي هم الهاي جلايكوزيليتد هيموجلوبين والتو بين، تمام. بعد كده هنقول ان اوردر تو كنترول هيز جلوكوز ليفل you should اول حاجه check dietary and drug compliance، تاني حاجه if he is compliant to diet control and drug therapy this means that diet and 10 mg of glipizide daily is insufficient to control blood glucose level so increase dose of glipizide till control of blood glucose level. طيب بعد كده نقول if still glucose level is not controlled give a combination of two oral hypoglycemic agents that works by different mechanism till control of blood glucose is achieved. طيب ده بالنسبة للكنترول على البلاد جلوكوز. بعد كده هنقول for treatment of two pain use vitamin B6 for healing of nerves. تاني حاجة tricyclic antidepressant example اللي هو الامبرامين، ده بيعمل inhibit للcentral sensory impulses. تالت حاجة local anesthetic اللي هو الاكزامبل عليه اللجنوكين.